السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من شاحنات مرسيدس بنز، هنتكلم عن ايكونيك. طبعا الناس اللي بتتابعنا من مصر، ممكن اغلب الناس اول مرة تسمع عن الاسم ده. نسمع عن الاكسور الاتيجو الاركس، تمام، لكن الايكونيك دي اول مرة اسمع عنها، لان طبعا استخداماتها او تقريبا مش موجودة في مصر، يعني او في الوضع العربي كتير قوي. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن أهم المزايا الموجودة في الإيكونيك، وتفاصيل عن العربية بالظبط، يعني المحرك، الفتيس، المزايا اللي في العربية مثلا، تمام، واستخداماتها، التطبيقات بتاعتها الموجودة في الشاحنات المختلفة. تمام، هنبدأ. طبعا أول حاجة ده الشكل العربية الخارجي اللي قدامنا، ده بالشكل. طبعا ليها أكتر من شكل، أكتر من استخدامات. الكابينة الداخلية ندخل في تفاصيل اكتر شوية. ده ممكن الميزة بتاعتها عن اللي هو الشاحنات اللي هي القديمة اللي احنا تعاملنا معاها، او الاكتروس مثلا او الاكسو، بتبقى بالشكل اللي هو الكابينة العالية دي. دي الكابينة بتاعت اللي هو الايكونيك، تمام. شايفين طبعا الفرق جامد جدا بين الارتفاع. هنا الفريم بتاعها منخفض، او الشاسيه بتاعها منخفض. هنا طبعا الرؤية بتاعت السواق بيكون في المنطقة دي، فالرؤية بتاعته تبقى في الجزء ده، المثلث اللي هو الازرق او اللبني ده. ففي بالتالي في منطقه عاميه كده ما يشوفهاش، يعني لو في حد هنا واقف تحت ما يشوفوش السواق. لكن هنا بقى يعني راعى المنطقه دي، يعني هنا ممكن يكون يعني في كونتاكت مباشر مع الشخص ده، في تواصل مباشر، يعني انا ممكن اشاور له، اعمل له اي، يعني يبقى في ايه، شايفني وانا ابقى شايف، لان شايفين المثلث، الرؤيه بتاع السواق بيبقى بالشكل ده، راس المثلث عند السواق، عند عين السواق، والقاعدة بتاعته في الجزء الأمامي مش الشاحنة، تمام. فبالتالي شايف الشخص كامل، فده ميزة من مزايا الإيكونيك، إن هو بيبقى فيه رؤية من خلال الزجاج الأمامي للناس الموجودة في الشارع، فهو بيعالج منطقة البلايند سبوت أو النقطة العمياء في الرؤية، تمام. دي حاجة من مزايا الإيكونيك. طبعا السلم بتاعه عبارة عن درجتين كده، سهل، يعني هو low entrance with just two steps، درجتين طبعا بس، غير طبعا في الشاحنات الكبيرة طبعا بيبقى الموضوع ثلاثة، وفي غير الدرجة اللي احنا بنركب فيها داخل الشاحنة، هنا درجتين بس. الارتفاع من الدرجة دي للسقف 192 متر، فده بيبقى يعني ساعة شخص واقف بشكل يعني ايه مستقر، يعني هيبقى واقف بكامل طوله داخل الكابينة، تمام، زي ما احنا شايفين كده. هنشوف صور تانية في المانوال بتاعنا بتاع الايكونيك، تمام. فبيقول الانتري والاكزيت اون باسنجر سايد فيا فولدنج دور، يعني الباب بتاع الباسنجر سايد اللي هو التباع او المساعد، الفولدنج دور يعني باب اللي هو ايه بيتطبق، ده زي بتاع الاتوبيسات بيتفرد ويتطبق، مش باب اللي هو مفصلة، تمام. الاير سسبنشن بيقول لك ان هو العربية دي ايرب هوا. طبعا موضوع الليفتنج واللورنج فانكشن بوث سايدز اكسلز، يعني اللي هو ممكن ارفع الاكسين الموجودين عندي في العربيه، برفعهم وانزلهم عادي من استخدام الايرب. وطبعا في عندي نوعين، في هاي وفي لو كاب تو سويت ابلكيشن، تمام، يعني في ارتفاع، في كباين عاليه وفي كباين منخفضه حسب التطبيق اللي انا هشتغل بيه في العربيه بتاعتي. ده شكل برضو للشكل العربيه من قدام بالشكل ده، تمام. ندخل على تفاصيل اكتر شوية. دي حاجة يعني هنا بيوضح لي في الشكل ده اللي هو كاميرا، طبعا فيها كاميرا بلايند سبوت كاميرا رقم واحد، دي بيقول لي في كاميرا هنا بتجيب البلايند سبوت في المنطقة دي. طبعا في نقطة عامية بالنسبة للسواق الخلفية، ان انا لما اكون قاعد قدام كده ما اشوفهاش. وفي عندنا حاجة اسمها سايد جارد اسيست، يعني لو هو شاف حاجة سايد جارد اسيست ده، لو شاف حاجه في جانب العربيه بيدي الارم وبيفرمل، يعني لو شاف حاجه كده ممكن تخبط العربيه او العربيه هتخبطها بيدي الارم ويفرمل. في جزء يمين وجزء شمال 2A وفي 2B، تمام، اللي هو الجزء نص القوس ده الشكل البيضاوي. وفي عندنا رقم 3 اللي هو ايه بالانستليشن فور ريفرسنج اسيست، يعني حاجه خاصه ب رجوع للخلف، تمام. 4 اكتيف بريك اسيست اللي هو نظام الفرمله المساعده، وخمسه اللي هو نظام ادابتيف كروز كنترول اللي هو التحكم في سرعه العربيه او اللي هو القائد الالي، تمام. طبعا دي هنا كاتب لي الكلام تفاصيل عن الكلام اللي احنا قلناه. دي صوره من داخل الكابينه،
هي طبعا هنا بيوضح الشكل الكابينة من الداخل من لقطات مختلفة. هنا بيقول ان هو كل حاجة قريبة من السواق، الزراير كلها والسويتشات قريبة من يد السواق يقدر يتعامل معاها بسهولة. وهنا في كاميرا، طبعا شاشة الكاميرا، الشاشة بتعرض الكاميرا بتاعتي. وهنا العدادات والشاشات كلها موجودة قريبة من بعضها، يعني بشكل كمان مفصل توضيحي وألوان، بيقدر يعني أشوف كل داتا مطلوبة أو كل معلومات عن الشاحنة بشكل بسيط. هنا دي الكابينة بتاعتي، يعني ده جنب السواق، هنا السواق، وهنا ممكن بيقول يعني المساحة دي تشيل 3 كو درايفر أو 3 مساعدين يقعدوا جنب السواق، مفيش مشكلة. وهنا في برضو أماكن اللي أنا حاطط في مثلا كتالوج معين، مذكرة، نوتة، دي حاجات يعني كاتب هو ايه تو لوكابل ستوج، يعني أماكن كده بيها قفل إن ممكن أحط فيها حاجة اللي أنا عايزها. وده طبعا نظام فرامل اليد، نظام اللي هو حاجة كده تكنولوجيا حديثة شوية، الكترونيك باركينج. الالكترونيك ده بيعمل أول حاجة طبعا بيلغي الباركينج بمجرد إن أنا أنقل على الدي أو الآر، وبيعمل إعادة تعشيق في حالة إن أنا أقفل السويتش بتاع الكونتاكت، يعني بيعمل فرملة يشد فرامل اليد أوتوماتيك لما أنا بعمل أقفل الكونتاكت بتاعي. ندخل على المحرك بتاعنا. المحرك بتاعنا اللي هو موديل 936 ديزل انجن، وهنعرف بعدين ان هو ممكن يكون في ديزل وفي محركات جاز. خلينا نبدأ بالديزل الاول اللي هو 936. في عندنا قدرات مختلفة بتبدأ من 200 كيلو وات لحد 260 كيلو وات. طب ايه 936؟ نتعرف على تفصيل اكتر عنه شوية. المحرك ده يا جماعة 6 سلندر، الخارج بتاعه في قدرات مختلفة من 200 كيلو وات. خلينا نشتغل بالحصان احسن عشان كلنا عارفين الحصان متعامل بيه. من 272 حصان لكام؟ 354 حصان. او جاز انجن، جاز اللي هو ايه، احنا قلنا فيه ناتشرال جاز اللي هو غاز طبيعي، في ديزل، فالديزل هو بيشتغل من القدرات دي 272 حصان لحد 354. طب والجاز اللي هو غاز الطبيعي من 302 حصان اعلى بقى لكام الويز اوت بوت، يعني عندنا قدرة واحدة بس 302 حصان. تمام، التورك بتاعي او العزم بتاعي اعلى عزم عندي من 1100 ل 1400، 1400 نيوتن طبعا متر، حسب ايه قدرة القدرة الحصانية للمحرك. طبعا الديسبليسمنت او الساعة اللترية بتاعتي اللي او السي سي 7.5، 7.7 لتر او 7700 سي سي. الاليسون ده اللي هو نوع الفتيس بتاعي، اوتوماتيك ترانسميشن، فتيس اوتوماتيك 6 سرعات او باور شيفت او سيمي اوتوماتيك جير شيفت، يعني نص اوتوماتيك. طبعا في البريميوم انجن بريك فور هاير بريكنج افكت ريدوسد بريك وير. تمام، يعني في عندنا فرمله للمحرك عشان يعمل على تقليل تاكل التيل وكفاءه الفرمله، كفاءه تفعيل الفرمله. تمام، بالنسبه للديزل انجن طبعا عندنا اليورو، يورو 6، تمام، يور بلوتيك 6 ديزل انجن، انا في كاتاليتيك كونفرتر ريديوسز بي تي بارتيكولر ماتر بارتيكولات ماتر اند اوكسايدز اوف نيتروجين. تمام، يعني عندنا يورو 6 بيقلل اللي هو الاسود او الهباب اللي طالع من عمليه الاحتراق او في العادم، وبيقلل اكاسيد النيتروجين. تمام، يبقى ده يعني تقريبا زي المحركات اللي هو ايه اللي احنا اتعاملنا معاها في اليورو 6 في الام بي 4. تمام، اكتروس ام بي 4. تمام، عندنا طبعا low engine speeds add blue consumption full power that's pay off. تمام، مفيش معلومة زيادة في النقطة دي. ندخل على حاجة اسمها NGT ايكونيك NGT اللي هو شغال بالغاز الطبيعي. طبعا في الغاز الطبيعي بيبقى التكلفة اقل شوية، موفر، يعني عربية تبقى موفرة، لان اصلا تكلفة الغاز الطبيعي اصلا اقل من تكلفة الديزل كفول. بيشتغل بالناتشورال جاز اند بايو جاز، دول نوعين على فكره، ده غاز طبيعي وده حاجه اسمها غاز بيولوجي او بايو جاز. تمام، ان كومبريسد فورم، يعني ايه، حاجه بيبقى داخل اسطوانه مضغوطه زي ما احنا شفناها طبعا في السيارات الملاكي، او في طبعا شاحنات برضو شغاله بالغاز الطبيعي بس يعني قليله جدا في الشغل بتاعنا. reducing operating cost، يعني بيقول لك بتقلل تكلفة التشغيل عشان طبعا ما فيش عندي البارتيكولات ماتر، ما فيش طبعا فلاتر البيئة والقصص دي، وطبعا النويز ايميشنز العادم، ما فيش العادم بتاع صوتها بيبقى منخفض شوية. والناتشورال جاز طبعا درايف سيستم سي او 2 ايميشنز، بيقلل طبعا اللي هو الغازات، بتقل طبعا بنسبة 20% بدون الحاجة للاس سي ار اللي هو كاتاليتيك كونفرتر، وبدون الحاجة للدي بي اف اللي هو قلبة البيئة او الاد بلو. تمام، ده بالنسبة
للمحرك اللي برضو في عندنا الفتيس هنا زي اليسون 6 سبيد اوتوماتيك ترانسميشن، ده في 6 سرعات، وفي عندنا نوع تاني ب12 سرعة فورورد و4 ريفرس. دي اهم المعلومات عن الشاحنة. طبعا ده تصميمات مختلفة، دي عربية اللي هو هي في الغالب العربية استخدامها في داخل المدينة في تطبيقات مختلفة. تمام، designed for tower and driver. تمام، دي اعتبر عربية النظافة اللي هي disposal اللي هو mission for refuse disposal with gas. تمام، دي شغالة بالعربية، دي شغالة بالجاز. تمام، دي عربيات اللي هي ايه تبع البلدية. تمام، طبعا بيقول ان هو عشان التلوث بتاعها اقل شوية فممكن تبقى آمنة في الأماكن اللي فيها إيه أماكن مناطق مدن صغيرة أو فيها مواد غذائية مش ملوثة للبيئة. فيها تطبيقات مختلفة، دي تطبيقات صور لتطبيقات السيارة. طبعا هنا في الإطفاء، شغلها في الإطفاء زي ما احنا قلنا، الباب بتاع الراكب، باب الراكب أو التباع بيبقى باب فولدنج، يعني إيه بيتطبق كده بيبقى المساحة أكبر شوية لو حد هيركب. في نفس الوقت درجتين بس بيكون داخل العربية، وممكن يقف بكامل طوله داخل العربية 190 سنتي تقريبا. دي برضو شكل من تطبيقات الشاحنة في مجال الكونستراكشن أو الإنشاءات. وفي خلاطات برضو، يعني هنا في خلاطة اهي، دي تقريبا ونش ودي خلاطة، ودي حاجة زي ايه برضو صندوق هنا ممكن يبقى في ونش اهو متركب عليها، ده داخل الكابينة بتاعتنا. هنا برضو في المطارات، يعني دي حاجة ايه يعني عشان الشاسيه بتاعها منخفض شوية فممكن استخدمها ان نحمل عليها حاجة تبقى ايه في ارتفاع باب الطيارة مثلا في الشكل اللي احنا شايفينه. ده استخدامها في المطارات، ده استخدامها في الأنفاق. طبعا يعني هو ايه ليها استخدامات مختلفة عن الشاحنات اللي احنا اتعاملنا فيها قبل كده اللي هي الشاحنات اللي هي الأكتروس أو الأتيجو. ده باختصار كلامنا عن الإيكونيك أو المرسيدس بنز إيكونيك.